الاعدائي طلبة وطالبات التعليم المفتوح والتعليم الالكتروني المدمج. سيتم شرح مادة إدارة العمليات العلاجية والخدمات الطبية. الأسبوع الأول شرحنا استراتيجية إدارة العمليات العلاجية، النهاردة نشرح الفصل الثاني أو الوحدة التعليمية الثانية وهي اختيار الموقع وهيكل نظم الخدمات العلاجية. النهاردة هنتكلم عن أول حاجة هي عوامل اختيار الموقع للمؤسسة العلاجية. طبعا هو قرار اختيار الموقع أو هيكل تكنولوجيا لعمليات المؤسسة العلاجية من القرارات الاستراتيجية، حيث تمتد تأثيرها لفترة طويلة مستقبليا، فهو موضوع يتعلق باختيار موقع وتحديد نوعية التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة العلاجية وهيكل التكلفة والاستثمارات المطلوبة. عشان احنا نعرف ناخد أو اختار موقع، ايه هي العوامل اللي بتخليني اختار الموقع؟ مرحلتين. أول مرحلة مرحلة اتخاذ القرار اختيار موقع للمؤسسة العلاجية وما هي العوامل اللي بتأثر فيه، وتاني قاعدة عندي هي قواعد تقييم اتخاذ قرار الموقع. أول مرحلة من مراحل اتخاذ القرار عندي منها من جواها 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي اختيار الدولة المحافظة، ازاي اختار الدولة اللي هقوم بيها عايزة المستشفى أو هعمل فيها المستشفى، أو المحافظة أو الهيئة الطبية اللي أنا عايز أحط فيها المستشفى. تاني قرار عندي هو اختيار المنطقة، وهو بتفضل منطقة معينة عشان أبقى بخفض التكاليف أو الضرائب أو أعمل حافز اقتصادي أو اجتماعي زي القرب من التجمعات السكنية، معامل مركزية، بنوك دم، مركز أشعة متطور قريب مني، قرب من الجامعات، قرب من مراكز التدريب في توافر فيها في الخدمات. والمرحلة الثالثة عندي اختيار المساحة، المساحة بتاعتي هل هي المساحة في مساحة واسعة أعرف أوفر فيها مساحة إضافية عشان لو جيت في يوم من الأيام اتوسعت، في مكان إن أنا أعد موقف، في مساحة إن أنا أشجر فيها، في مساحة إن أنا أحط محطات توليد كهرباء احتياطي عشان أو وسائل للدفاع المدني زي عربيات أو مستمتعات. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي قواعد تقييم اتخاذ قرار الموقع، ومن أول طريقة ليها هي طريقة الأوزان، وهنتداولها في السلايد اللي بعدها. أول طريقة من الطرق اللي موجودة عندي في قواعد تقييم اختيار أو اتخاذ قرار الموقع، أول طريقة هي طريقة الأوزان. طب أنا عندي طريقة الأوزان دي بتتحسب إزاي؟ ليها قانون جميل كده اسمه الوزن النسبي للموقع بيساوي مجموع أوزان العوامل في درجات التقييم لكل عامل، وتعالوا مع بعض نشوف مثال للحل بتاعها. عندي بيقول لي أدي المثال موجود قدامي، مديني عوامل التقييم بتاعتي من أمثلتها زي القرب من وسط المدينة، ومديني الوزن بتاعه، ومديني الموقع الأول وموقع التاني وموقع التالت، مديني 3 بدايل لتلات مواقع، ومديني أوزان، وكل عامل من العوامل مديله وزن ومديله رقم في كل موقع من المواقع. طب أنا دلوقتي عايز أحدد إيه مفروض المطلوب مني من المثال ده، إن أنا أحدد إيه أفضل المواقع الموجودة بالنسبة لي عشان أنا أخد قرار فيها. طيب تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. تعالوا نبص كده في الجدول اللي معانا دلوقتي. احنا معانا الوزن الاول 3/10 بتاعت قرب من وسط المدينة، وبعديها القرب من مصادر الطاقة 1/10، وتكاليف الانشاء 2/10، وتوفر شبكة المواصلات 2/10، والضرائب 1/10، والتسهيلات الحكومية 1/10. فانا هاجي اعمل ايه؟ هقول ان الوزن النسبي بيساوي الوزن في الموقع. انا عندي 3 مواقع، همسك الوزن اضربه في كل موقع من المواقع او في كل عامل من العوامل واجمعه على العامل اللي بعده. يعني انا لو عندي الوزن 3/10 والموقع الاول 8، هتبقى 3/10 في 8 زائد 1/10 في 4 زائد 2/10 في 7 زائد 2/10 في 6 زائد 1/10 في 9 زائد 1/10 في 10. كل دول هعملهم على كل موقع من المواقع واجمعهم ويطلع لي الرقم، واكبر رقم هو بالنسبة لي هو افضل موقع بالنسبة لي. الموقع الاول جه 7.3، الموقع الثاني جاب لي 8، الموقع الثالث جالي 7.9، يبقى افضل من المواقع هو الموقع الثاني ويليه الموقع الثالث. الموقع الثاني هو الافضل، ولكن في هذه المسألة عندنا الوزن النسبي متقارب، فيفضل القيام بمزيد من العمليات الترجيحية او الدراسات الترجيحية لمشاهدة ايهما افضل للمستشفى. ممكن ازود عوامل تانية موجودة، ممكن اشوف طريقة اخرى لدراسة الموقع.
عامل معايا من العوامل الموجودة عامل أسلوب المعامل العام، وهي تاني طريقة في قواعد تقييم اتخاذ قرار موقع. عندي أسلوب المعامل العام بيقول لي إن المعامل العام للموقع بيسميه ميم بتساوي ح اللي هو المعامل المرجح في ألفا في ضاد زائد واحد ناقص ألفا في زال. طيب الألفا عندي بتبقى معلومة من المسألة، اللي بتبقى عندي موجود أرقام وأنا بجيبها هي الضاد والزال. طيب الضاد معامل الموضوعي بتاعي، ضاد اسمها معامل موضوعي وزال معامل ذاتي. الضاد بقول عليها إجمالي تكاليف الموقع على أسوأ موقع، أو بالنسبة لي في المسألة بتبقى أعلى تكلفة، وهنشوفها كمان شوية مع بعض. المعامل الذاتي هو ذال، وهو موقع الترتيب بيجاب عن طريق موقع الترتيب على عدد المواقع في عدد العوامل. المسألة قدامنا، وآدي ألفا جايبها لي ب 85% بتبقى معلومة، وآدي في عوامل عندي كتير، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية وعوامل حرجة، والموقع عندي 4 مواقع. بيقول لي المطلوب أحدد لي أفضل المواقع من الآتية مع حساب المعامل العام للمواقع المختلفة. تعالوا نشوف مع بعض احنا هنحسبها ازاي. أول معامل عندي أنا بجيبه هو معامل الموضوعي. طيب المعامل الموضوعي بتاعي أنا بجيبه ازاي؟ بيتحسب المعامل الموضوعي زي ما احنا قلنا من شوية، ان بيجاوب عن طريق اجمالي التكاليف الموقع على اعلى تكلفة عندي او اسوأ تكلفة. فانا بنقل المسألة زي ما هي، اقول العوامل الف وب وج ودال، وانقل تكلفة العمالة، وانقل تكلفة الانشاء، وانقل الضرائب، بنقل العوامل الخاصة بالمعامل الموضوعي، واجي اقوم عاملة خانة تانية كده واعمل فيها مجموع التكاليف. مجموع التكاليف دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن تكلفة العمالة زائد تكلفة الانشاء زائد تكلفة الضرائب او زائد الضرائب بتاعتي، مجمعهم مع بعض يدوني 89. يعني تعالوا ناخد الف رقم الف كمثال، بجمع 17 زائد 50 زائد 22 هيدوني 89، اجي ب اجمع 30 زائد 48 زائد 30 هتديني 108، وهكذا في بالنسبة لباقي العوامل او المواقع. هيطلع لي كل واحدة ليها مجموع التكاليف، اجي بقى احسب المعامل او العامل الموضوعي للموقع اللي هو الضاد في المسألة بتاعتي. الضاد في المسألة بتاعتي هي عبارة عن العامل الموضوعي. طب العامل الموضوعي احنا قلنا من شوية هو عبارة عن ايه؟ تكاليف الموقع. في عندي هنا تكاليف لكل موقع موجودة اللي هي ألف 89 ب 108 على أعلى تكلفة. هنا بالنسبة لي أشوف التكاليف فين أعلى تكلفة بالنسبة لي. أول واحدة 89، تاني واحدة 108، تالت واحدة 100، رابع واحدة 102. أكبر رقم هنا مين؟ اللي هو أعلى واحد اللي هو 108، ويعتبر أسوأ موقع بالنسبة لي لأن تكاليفه عالية عليا. فأنا بجيب المعامل الموضوعي أشوف مجموع التكاليف على أسوأ موقع اللي هو 108. تعالوا ناخد مثال زي ألف بنعمل فيها 89 على 108 تديني 824 من 100. هاجي مجموع التكاليف رقم ب، هقول 108 على أسوأ موقع اللي هو برضو 108 هتديني رقم واحد. هاخد ج، هحط 100 على 108 اللي هي بالنسبة لي أسوأ موقع، يطلع لي 926 من 100. 102 على 108 تطلع لي 944. وبكده يبقى معنى كده ان احنا بنقسم المجموع التكاليف ده عامة كله على أكبر واحد اللي هي دايما هنقسمها على 108. ده احنا كده خلصنا المعامل الذاتي الموضوعي. تعالوا بقى ندخل على المعامل الذاتي. عندنا في المعامل الموضوعي هنعمل هنا في المعامل الذاتي هننقل الجدول زي ما هو. الجدول عندي هو عبارة عن الموقع العام، عامل الذاتية عندي هنا قرب من المراكز ومستوى الدخل والصلة مع النقابات. همسك كل واحدة فيهم وان انا هقوم عاملاها هكتبهم، وامسك الجدول واحط خانتين. اول خانة هعمل هنا مجموع التراتيب، وزي ما عندي من شوية برضو عملناها من شوية في المعامل الموضوعي، هجمع الموقع الف اللي هو 3 زائد 4 زائد 4 تديني 11، واجي اعمل الموقع ب 2 زائد 1 زائد 3 تديني 6، واعمل جيم ودال بنفس الطريقة. يبقى معنى كده ان انا هجمع المعامل بتاع القرب من المركز زائد العامل بتاع مستوى الدخل زائد العامل بتاع الصلة مع كل موقع من المواقع، هيطلع لي رقم مجموع الترتيب. طب اجي بقى اجيب المعامل الذاتي ازاي؟ المعامل الذاتي بتاعي احنا قلنا ان هو عبارة عن مجموع الترتيب في عدد العوامل في الموقع، في عدد المواقع في عدد العوامل. مجموع الترتيب بتاعي كام؟ كل واحدة ليها مجموع ترتيب. طيب على عدد المواقع انا عندي كام موقع؟ ده اللي هتبقى ثابت معايا. كام موقع موجود؟ 4 مواقع. كام عامل موجود؟ عامل القرب وعامل مستوى الدخل وعامل الصلة، يبقى 3 عوامل. يبقى عدد المواقع في عدد العوامل 4 في 3 تديني 12. يبقى أنا هقسم مجموع الترتيب
كله على ال 12 بتوع اللي انا جبتهم. يبقى تعالوا نشوف لألف، هاجي احسب لألف، هتبقى 11 على 12 تديني 917 من 100، 6 على 12 تديني 5 من 10، 9 على 12 تديني 750 من 100، 4 على 12 تديني 333 من 100. تعالوا بقى مع بعض، احنا كده جبنا الموضوع، جبنا الذاتي، تعالوا نحسب العامل الحرج. تعالوا نحسب بقى المعامل الحرج بتاعي بتاع كل موقع. كل ما هلاقي حاجة جواها متوفر، أول ما أشوف كلمة متوفر في الحرج في ألف مثلا، أشوف متوفر أحط مكان كلمة متوفر واحد، أحط مكان غير متوفر صفر. فتعالوا نحسبها كده مع بعض. هو بيقول لي هنا في المسألة إن المواصلات، فبالنسبة لألف متوافر، في المية متوافر، الطاقة متوافر، فأنا هدي واحد واحد واحد. هنيجي في اللي بعدها غير متوافر في المواصلات، به غير متوفر في المواصلات، متوافر في المية، متوافر في الطاقة، فأنا هدي صفر واحد واحد، وهكذا بالنسبة لهم الباقيين. أي حاجة متوافر هدي واحد، أي حاجة غير متوافر هدي له صفر. بعد ما بخلص كده، دي مختلفة عن اللي فاتت لأن دي أنا هضرب فيهم في بعض، هضرب المواصلات في المية في الطاقة، فهتطلع لي المعامل الحرج هو حاصل ضرب القيم. فهي تطلع لي دلوقتي إن ألف هتاخد واحد، ب هتاخد صفر، ج هتاخد واحد، د هتاخد واحد. أنا كده جبت المعامل الموضوعي، جبت المعامل الذاتي، جبت المعامل الحرج. تعالوا بعد كده نحل بقى ونجيب أسلوب المعامل العام نفسه أو قانون المعامل العام ونعوض فيه، لأن احنا كده جبنا الضاد، الذال، الذيل، الحاء. تعالوا بقى نعمل مع بعض المعامل العام. اول واحده بيقول لي القانون بتاعي انا كتبته وحافظه وكتبته. بعد ما حافظه وكتبته قلت ان المعامل الحرج اللي هو الحاء عندي في الموقع الف بكام، ادور عليه في المساله طلع لي بواحد. اجي بعد كده في الفا، الفا معطى عندي في المساله فوق بيديني 85 من 100، وضاد عندي 824 من 100 بالنسبة لألف، في زائد واحد ناقص ألفا، واحد ناقص ألفا، ألفا ب85 من 100، في زين زال، الزال بتاعتي ب917 من 100. هحسبها كلها مع بعض وأطلع الرقم على الآلة، هيطلع لي 838 من 100. ادي الموقع الالف، واعمل نفس الكلام مع موقع ب وموقع ج وموقع د، هيديني كل واحده فيهم الرقم. الرقم دوت بالنسبه لي هيبقى هو المعامل العام لكل موقع، وعلى اساسه هعرف اقارن، اختار اقل موقع بعد الاستبعاد الموقع ذو المعامل الصفري، استبعد الصفري خالص واخد اقل موقع رقم. طب تعالوا نبص كده مع بعض. يبقى احنا كده بناء على الكلام اللي احنا قلناه من شوية، يبقى معنى كده ان احنا نختار الموقع الافضل بالنسبة لي هو الموقع الف، لانه يعتبر اقل قيمة من المواقع المكتوبة. تاني تالت اسلوب معايا في اتخاذ قرار موقع هو اسلوب مركز العام. وانا عندي اسلوب مركز العام ليا معادلتين، احداث سيني احداث صادي. احداث السيني عبارة عن مجموع كاف سين على مجموع كاف، والاحداث الصادي بتاعي مجموع كاف صاد على مجموع كاف. كاف بالنسبة لي هي كميات، سين إحداث سيني، صاد إحداث صادي. تعالوا نشوف مع بعض نحل المسألة على المسألة على القانون ده ازاي. ادي المثال بيقول لي حدد باستخدام اسلوب مركز الجاذبية، حدد الموقع المناسب لبنك الدم اللي بيقل فيه تكلفة النقل لأدنى حد ممكن ويحقق السرعة في استجابة لطالبي الخدمة، مع رسم شكل توضيحي لذلك. وادي بيانات المسألة، وادي احنا شايفين الكميات، كمية كاف والاحداث السيني سين والاحداث الصادي صاد. طب تعالوا كده نبص مع بعض. كاف بتقولي 35 و سين 20 و15 و25 و30. يبقى انا بعمل ايه؟ بضرب العمود بتاع الكاف، بضرب العمود كاف في سين واجمعهم بعد كده. يعني هتبقى الاحداث السيني بيساوي مجموع كاف في سين على مجموع كاف. يبقى كاف في سين اللي هي 35 في 20 زائد 40 في 15 زائد 28 في 25 زائد 43 في 30 على مجموع كاف. مجموع كاف اللي هو هجمع كاف، 35 زائد 40 زائد 28 زائد 43، هتبقى عبارة عن ادي جبنا كده السين. يبقى كده تعالوا نبص بقى مع بعض. اهو طلعنا الناتج، طلع 22.5 المجموع احداث السيني. ونعمل الصادي نفس الكلام، هنضرب الكاف في الصاد وبعدين هنقسم على مجموع الكاف، هيطلع لنا 24.1 من 10. طيب
كده احنا خلصنا الجزء الاول، ناقص ان احنا نرسم مركز الجاذبية. يبقى انا عندي طلع الاحداث السيني كام؟ 22.5، واحداث الصادي بتاعي 24.1. تعالوا نبص كده على المسألة. بيقول لي في اول واحدة ان الف بتاعي عبارة عن سين ب20 وصاد ب40، فاحنا هنطلع نشوف عند العشرين ومطلعين ليه صاد لاربعين، فهنطلع من عند العشرين لاربعين ونكتب جنبها الف. نيجي ل ب ب15 و ص ب30، هنطلع من عند ال 15 من السيني لغايه الاحداث الصادي ل30 ونكتب عليها ب. نيجي لاحداث ج 28 و ص بتاعها 10 ونكتب عليها ج، والاحداث واللي بعده د هنكتب عليها، هنطلعها من عند ال 30 توصل ل 15 في د. تعالوا بقى نرسم الموقع الجديد اللي احنا جبناه مع بعض، اللي هو كان رقمه 22.5 والتاني 24.1. قد احنا رسمناه بالخط المختلف اللي هو الازرق، يبقى هو كده بالنسبة له. ايه رأيكم؟ هل هو الموقع صح ولا لأ؟ او المارك موقع في النص؟ هو فعلا موقع في النص ما بين المواقع، ويبقى احنا كده حلينا المسألة.